ليه حصاد الأبطال؟ ليه؟ الفكرة جت إزاي؟ الفكرة جت في حصاد الأبطال إن نعمل حلقة في الأسبوع نجمع فيها كل حاجة، نقدر نجمع فيها التاريخ الحاضر اللي احنا موجودين فيه، لكن شيء مهم توثيق البطولات على المدى القريب والبعيد، اللي احنا لازم لكل مشاهدينا لكل جماهير النادي الاهلي نوثق كل بطولاتنا القديمة من 1907، عايزين من 1907 نوثق جميع البطولات. أكيد الألعاب فيها بطولات كتيرة جدا جدا جدا، عايزين نوثق بين الجديد والقديم، هنوثق القديم والجديد هنتابعه أكيد كل أسبوع، هنوثق الأسبوع وهنبدأ أسبوع جديد. هي دي اللي احنا لازم نكون كلنا عارفينه اتعمل حصاد الأبطال ليه. فقراتنا أكيد فقرات كتيرة ومتنوعة، لكن بطلب حاجة مهمة جدا من كل أبطال النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي على مدار التاريخ، اللي يقدر يتواصل معانا ويوثق معانا أحداث رياضية وميداليات وبطولات لو سمحت يتواصل معانا، عشان احنا كلنا في النادي الأهلي لازم نوثق كل ده، وشيء مهم جدا يبقى عندنا توثيق لكامل بطولاتنا من أول 1907 لغاية النهاردة.